طب ممكن نعود لاستماع إلى هذا الشهادات من السودانيين والسودانيات عبر هذه الأزمة، نتابع. All those fighting in this conflict to put the people of Sudan above the pursuit of power or resources. أنا الوضع ماشي لأسوأ وجاي بارد، نحن المطر جات وحدي. يعني أعود مرة أخرى، طبعا كانت هناك شهادات اليونيسيف سجلتها وقدمتها لهؤلاء الناس، ولكن أعود إلى الكلمات انطلاقا من روزماري نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة ومع الوزير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تحدث عن الموقف الإنساني وتحدث على أنه هناك 5 مليون شردوا داخليا، وهو يدعو أطراف المشكلة للعودة إلى جدة مرة أخرى لاستئناف عملية السلام، وتحدث عن الممرات الإنسانية. أما سامح شكري وزير خارجية المصري، أنا أذكر الحقيقة بما قيل في هذه الكلمات التي استمعنا إليها، يتحدث على أن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأشار إلى قمة دول جوار السودان التي لعبت دورا كبيرا، وقال أن مصر تستقبل أو استقبلت 310,000 سوداني، وأن قدرة دول الجوار على تحمل نفقات هؤلاء طبعا ضعيفة، ويحتاجون إلى مساعدة المجتمع الدولي. أيضا وزير التعاون الدولي القطري تحدثت عن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور سنة 2011 وال 500 مليون دولار اللي قدمتها قطر لدعم السودان وقتها، وإنهم مستمرون في الدعم بشكل كبير للحالة السودانية، وأشارت إلى زيارة البرهان إلى قطر والحديث الذي دار حول مسألة الخروج من هذه الأزمة. نعود مرة أخرى لوقائع الجلسة. ومس مريانا سبورياريج رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نرحب بالأعضاء اللجنة وأسأل مس يانس لرانش كيف نتقدم في الإتاحة. سمعنا الكثير بشأن المخاطر والخطورات التي وأن الطرفين في النزاع لا يود أن يقدموا التنازلات. كيف يمكن أن نغير الوضع على أرض الواقع؟ أول شيء أود أن أقول أن هذا الاجتماع مهم جدا جدا، أنه يبين أن العالم لم ينسى السودان ولم ينسى شعب السودان. بالنسبة للإتاحة، هناك عنصران يؤثرون على الإتاحة في السودان. أول شيء عدم الأمن، والربط لكل الأطراف المعنيين في هذا النزاع في احترام القانون الدولي. والشيء الأخير، الصعوبات البيروقراطية والإدارية، كيف يمكن التعامل مع هذه الأمور؟ لا، في هذا النزاع يجب أن يتم إيقاف هذا النزاع اليوم، ولكن نحتاج أن نستمر وأن نزيد الضغط من المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء التي لها التأثير على جانب أو الجانبين، أو يجب أن نزيد ونستمر في الضغط من أجل إيقاف هذا النزاع. في نفس الوقت يجب أن نصمم على الالتزام، الالتزام المكتوب في الواضح المكتوب في إعلان جدة. هم فشلوا في الالتزام بهذا هذا الوعد، وأيضا الإتاحة للمساعدات الإنسانية هو واجب لكل الأطراف حسب القانون الدولي. علينا أن نستمر في تذكرتهم بهذا الأمر. أما بالنسبة للصعوبات البيروقراطية والإدارية، يمكن أن يتم الكثير من قبل السلطات من الجانبين
طرفنا يواجه مثلا مثل يواجه صعوبات في رسوم والتسجيلات و تصاريح العمل وصعوبات كثيرة للأهداف الإنسانية، وكل هذه الأمور يجب أن تسهل وتبسط لأن حياة الشعب السوداني محل خطر. بكل تأكيد يجب أن يكون هناك إيقاف للحرب، ولكن الإتاحة شيء لا يناقش، هو شيء واجب. معنا الآن سنتحدث معك رئيس للصليب الأحمر، كيف أنت وفريق عملك قادرون على العمل على أرض الواقع وما هي نوع قلقك؟ شكرا وصباح الخير للجميع. أنا ممنونة للفرصة أن أشارك في هذا الاجتماع المهم. نعم، الصليب الأحمر في السودان لأكثر من 4 عقود وفي الدول المجاورة، ولم يكن هناك وقت يكفي لنا للخروج أو لتقليص كم وجودنا لأن هناك صعوبات يواجهها المجتمع المدني، ولكن هذه تعتبر تراجيدية إنسانية بالنسبة لانعدام الأمن الغذائي والمستوى المرتفع من الفقر، ومقاومة مرونة الأشخاص ليست عالية منذ البدء. إحنا في السودان في الخرطوم وعلى مدار الشهور الماضية منذ بدء هذا الصراع، أولا نحن كان هناك كنا نأخذ دور حيادي واستطعنا أن نساعد بعض من الأطراف واستطعنا أن نسهل إطلاق سراح بعض المحبوسين والأطفال أخذ الأطفال أماكن أكثر أمناً. وفي الجمعة الماضية كان هناك إطلاق سراح ل30 أشخاص من المعدنين من الحبس، وكنا نحاول أن نجد مساحة آمنة لما شملهم مع أسرهم، وأيضاً إضافة إلى إتاحة الخدمات الطبية والخدمات الجراحية، ونتأكد أن هناك إتاحة للمياه على قدر ما يمكن. يجب أن نتصرف بسرعة ونحتاج إلى أن يكون هناك إتاحة من السلطات، وأيضا نحتاج إلى أن يكون هناك ضمانات أمنية من المجموعات المسلحة، كل الأطراف التي نحن على صلة معهم، ونحاول أن نرجعها في أقرب وقت. أما بالنسبة للنزوح كما قال الكثير قبلي، يجب أن يكون هناك إتاحة للموارد. دون موارد لن يكون هناك قدرة لتوسيع عملياتنا، ونطلب من الجميع أن يدعمونا في توسيع عملنا بنحو كبير، ليس فقط في مجال الصحة وأيضا في إتاحة إيصال المياه النقية. نحن عندنا قلق رجوع الأمراض المعدية، لم يكن هناك إتاحة لمياه نظيفة. سنستمر ويجب أن يكون إساءة لتوسيع مجهوداتنا بقدر ما يمكن. شكرا. شكرا يانا، وأيضا الICRC الذين يظلون دائما على الأرض ويقدمون المساعدة للناس المحتجزين، خدمات طبية، ماء، طعام محتاج إليه بشدة. كان هذا الخط الفاصل، خط الرابط بين كل التدخلات. الآن أنتقل زميل من الاتحاد الأفريقي، لن نتمكن من الحضور. أطلب صاحب السعادة الدكتور عبد الله ربيع، المشرف العام على الهيئة مركز الملك سلمان الإغاثي، أن يدلي بكلمته. أنا كنت أعتقد أن السؤال يتعلق بكيف يمكن أن نمكن المستجيبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني المحلية. دعوني أبدأ أولا بالتعبير عن التقدير لهذا الاجتماع، وأن أشكر المنظمين الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا. دعوني أيضا أعود إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي عن أهمية السودان للسعودية وعن أهمية السودان في حد ذاته وروابط بين السودان والسعودية. نعلم أن السودان لديه
منظمات مجتمع مدني ممتازة، كي تتمكن تلك المنظمات من العمل بالذات مع عدد قليل من اللاعبين الدوليين المتضامنين. نعتقد علينا أن نبني قدراتهم وأن نقويهم. كما قالت جانس، علينا أن نحترم إعلان جدة ونحترم كذلك الاتفاقات التي حدثت في جدة والتنسيق بين السعودية والولايات المتحدة، وكذلك علينا أن نضع ضغطا على طرفي الصراع كي تزيد من النفاذ منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى هذا، علينا أن نساعدهم، أن ندعمهم كما تفعل معظم الدول، أن ندعمهم بالطعام، ندعمهم أيضا بالمواد الصحية، وإذا تمكننا أيضا تدريب الكوادر عن بعد أو عن قرب. أعتقد أن الفاعلين المحليين ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن تتواصل إلى الأماكن ذات الحاجة الإنسانية الماسة التي يمكن للمجتمعات المنظمات الأجنبية أن تصل إليها. شكرا. الآن سأظل معك. إذا كان لديك رسالة واحدة تود أن تقدمها هنا، ما هي أكثر رسائل إلحاحا بمعرفتك بوضع السودان بشكل جيد؟ ما هي تلك الرسالة للمجتمع؟ أولا شكرا على هذا السؤال الجيد. أنا طبيب، أنا جراح. هناك قاعدة ذهبية تقول لا تعطي الدم لمريض ينزف قبل أن توقف النزيف أولا. فأقول لطرفي الصراع، أوقف الصراع، نحتاج وقف إطلاق نار، نحتاج سلاما، ونحتاج ممرات آمنة ونفاذا يسمح لنا بالوصول إليك المحتاجين وننقذ حياة الأطفال والنساء وأولئك الذين يحتاجون إلينا. شكرا على هذه الرسالة القوية، وأشكرك. نفس السؤال سيد لناتشيتش. حسنا، رسالتي هي نفس الشيء، بالذات للمسؤولين عن هذا الصراع غير ذي معنى، غير أوقفوا الحرب، لأن شعب السودان يحتاج السلام، شعب السودان يحتاج تنمية وهم يستحقونهما. ولكن طالما أن هذا لا يحدث، لابد أن نفعل كل ما بوسعنا كي نساعد شعب السودان. نحاول أن نفعل هذا، نحاول أن نضاعف جهودنا الإنسانية ودعمنا للسودان هذا العام وحده، نحاول أن نفعل هذا، لكن هناك صعوبة في النفاذ، لكن يتم التواصل عن طريق تشاد. وشكرا تشاد على تسهيل هذا بإعادة تأهيل الأماكن الحدود لمراكز توزيع التموين على الحدود، أيضا للتواصل إلى بو سودان. لقد حدث ما يكفي، لقد عانى السودانيون بما يكفي، حان الوقت لوقف هذا. هذه هي رسالتي لهم. شكرا جزيلا. الآن أطلب أسألك من وجهة نظرك ICRC سيدة سبيارش، ما هي رسالتك للمجتمع الدولي؟ ما هو الشيء الذي نحتاجه أكثر من غيره؟ شكرا. أضم صوتي إلى صوت المتحدثين السابقين. لابد من وقف فوري لإطلاق النار. لابد أن نتضمن أن هناك ما يمكن من الحصول على موارد تكفي، وهو ما نطلب أيضا دعمكم. أود أن أشارك فيليب في قوله بأن الدول المجاورة كانت سخية جدا، بالرغم من أن لديهم احتياجات لسكانهم الأصليين. لابد أن نستثمر في المدى الطويل وأن نعد لذلك بتحسين النفاذ إلى الماء والخدمات الصحية والطعام التي يحتاجها الناس بشكل ملح. فالذي أود أن نفعله هو أن نوسع عملنا في قطاع المياه. يمكن أن يذهب فريقنا غدا. نحن أيضا قادرون على بناء قاعدة في نجمينة للإتيان بالدعم ما بين تشاد ودارفور. سيكون الأمر معقدا ولكن يمكننا عمله، وإذا أعطونا الموارد كان نتمكن من العمل بسرعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أعتقد أن الكل ينادي على الشيء ذاته، وهو وقف القتال أولا، ثم وقف القتال الإنساني. شكرا جزيلا لمجلسنا الموقر لما أدلوا به من مداخلات. الآن أدعوكم لمشاهدة، حيث نتوقف الآن، فيديو عن
شهادات لسيدات وفتيات من السودان هربنا من إلى بلدان المجاورة، وزميلي أديم الذي هو مدير مكتب المنصات تنسيق مساعدة اللاجئين سوف يدير ما تبقى من هذا من مؤتمر اليوم. شكرا، والآن نشاهد الفيلم. جلسة من الجلسات المهمة طبعا كانت على يعني هذا اللقاء كان على مرحلتين، مرحلة الأولى مرحلة على مستوى الوزاري. لو ممكن نسمع هذه الشهادات. يا ما أطفال يا ما ناس يتشردوا، يعني أنت لو بالنهار بتعيش بخوف، بالليل بتنوم بخوف، كلنا بنكون قاعدين في حتة واحدة مش ندانا، دي ما تجي تقع فينا، نخش تحت السراير. أثر والله ناس بس كبوا نار دي ساكت بس لهذا فوق 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 يا وفي باقي البيوت الليل كله النار أكله، وفي باقي بيوت نار ما وقع فيه، ويا وفي موت وفي مهل ما في موت، يا وناس بس شال. والله الناس ده أول ده ما دي تعرفه، وأي زول التعرفه ده تجي تنزل في بلده، ما زول التعرفه وتعامله ده تنزل فوقه، وهم ده عندهم أطامة عندهم مردانين ما عندهم قدرة بوق براكي، سبب ده أنا استقبلت وجيت في البيت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.